هي فير بلاي في ساعاتنا فين نواصلوا في استقبال ضيوفنا، مازالت برشا كوره وبرشا موجودين كنستنى فيكم من توا حتى للخمسه نتاع العشيه باش نحكيو على الترجي الرياضي التونسي. واحد من شبان الفريق اللاعب زكريا العابد منذ ايام التحق بالبطوله التركيه من شبان ترجي لتركيا. حبينا ناخذ تفاصيل على الموضوع هذا كيف كيف الحكايه. اكيد سمعتوها اليوم، ترجي كان هبط بلاغ حول اقاله احد المسؤولين في فرع شبان بسبب ما قيل يمكن حاول تهريب بعض اللاعبين. توضيح الكل وانتقال اللاعب لبطوله تركيا باش ناخذوه عند اللاعب نفسه تفاصيل الكل. زكريا موجود معنا بالتليفون من تركيا. اهلا بيك زكريا. مرحبا بيك سلام، مرحبا بكل مستمعي اخوي. شنو احوالك؟ شنو الامور؟ والله الحمد لله لاباس. عندي الحمد لله. باهي زكريا موجود في تركيا هكا ولا؟ اي خو، منذ ايام التحقت بواحد من الفرق التركيه، لو كان تعطينا اكثر تفاصيل على الحكايه وعلى الفريق وتقدم لنا الفريق وكيف صار الكونتاكت بالضبط. انا والله ما مشيتش يعني باش نتسي ولا حاجه في فريق، معناها انا مشيت فاكونس مع اختي فهمتني. وغادي معناها صارت مباراه كورت وكل شيء، جاو ديزاجون يتفرجوا عجبتهم، هزوني الفريق هذا فاتح قالا جمرك ومعناها عجبتهم وقعدت نتفاوض معاهم ان شاء الله، معناها باش نبدا معاهم ان شاء الله. تتفاوض مازلت ما صححتش معناها؟ لا مازلت ما صححتش معناها، ما نجمش معناها نصح وتبدا جمعيتي ما في بلاش، خاطر جمعيتي ترجي تبقى معناها هذيك اللي كونتني وامي وكل شيء. ومعناها كان باش تصير حاجه تبدا ترجي في بالها يعني. قاعده تنفع معناها نعمل حاجه ترجي تبدا ما في بالها اشباع. معناها حسب فهمت من كلامك الفريق نجحت، عملت تيست مع الفريق نجحت فيه، فقط تنتظر في موافقه الترجي ومسؤولين في الترجي هكا ولا؟ هكا الفريق خاطر انا مع الفريق معناها بس مع الاكابر باش نتدرب فهمتني. الفريق ينشط الدرجه الثانيه هكا خاطر مش معروف برشا. فريق سوبر ليج في تركيا الثالث معناها ولا القسم الاول؟ ليه الاول اللي يلعب فيها مادي بن عطيه واحمد موسى يعني. معناها فريق معناتها هو صاعد حديثا الفريق ولا شنو؟ ليه عنده برشا يعني في شنو اسمه الفريق؟ فتح قالا جمرك. واضح معناها فريق محترم في الدرجه الاولى التركيه. به وين وصلت المفاوضات مع ترجي حاليا؟ والله توا معناها مازال ما فما شيء وكل شيء، ومازلت معناها نشوف المفاوضات لهنا وان شاء الله معناها كان فما. شكون الوالد قاعد يحكي مع المسؤولين؟ نعم الوالد نتاعك قاعد يحكي مع المسؤولين في تونس معناها؟ هاي الوالد نتاعي. شنو هو موقفهم؟ هما برامون ما عينهمش برشا بالسايبوك ولا؟ هما بالنسبة معناها الفريق اللي أنا معاه لهنا ما يحبونيش نرجع يعني لتونس فهمتني؟ حتى معناها تم دعوتي للمنتخب التونسي يعني. إيه. ومعناها ما مشيتش معناها لتعرف. علاش؟ خاطر معناها قاعد نعمل اتفاقات معاهم لهنا ومعناها اتصلت بالجامعة وكل شيء في بالها معناها هذايا فهمت. فما اشكال مش واضحة برشا الامور، ما مشيت لكيب اخرى معناها سيء، علاش هذا الكل صاير معناها؟ والله انا قلت لك تو معناها مازلت ما فما حد شيء واضح باهي زكريا. اليوم عاش كان شفت البلاغ اللي هبطوا الترجي ممضى من قبل الدكتور محمد السهيلي رئيس فرع شبان في الترجي، واعلن ايقاف السيد هيثم الرويسي مساعد المدير الفني للشبان من مهامه ومنعه من دخول الحديقه لحين وصوله قدام مجلس التاديب. انت شفت اكيد البيان هذا وكنت تفعل؟ اي انا شفت البيان ووضحت معناها هبط ستاتيو على الحساب نتاعي. اي خلينا نكملك، هو فما شكون بط الاقاله هذه؟ فما كلام قاعد يتقال حتى في باجات الترجي وانه فما السيد هذا قاعد يهرب في الملاعبيه الشبان ما ترجي بون. تواصلت معاه انا حبيته يتدخل معنا، قال لي خلي في مناسبات قادمه ونفيها بالطبيعه الكلام اللي قاعد يتقال جمله وتفصيل. انت هبطت ستاتيو في تدوينه في فيسبوك، كنت تاكدت فيه انه السيد ما عنده حتى علاقه بالموضوع وانك وهبطت حاجات اخرين، لو كنت تحكي لنا اكثر زكريا.
اي انا معناها السيد هيثم الرويسي يعني ما مدخلوش معناها في خروجي انا، فهمتني؟ معناها كل معناها اللي قاله رئيس الفرع معناها غاز، وديجا وضحت انا كل شيء وحكيت فيه الموضوع هذا. معناها انت مشيت وحدك؟ هو يمكن معناها حاب يعمل اشاعات، فهمتني؟ انا وضحت معناها ما مدخلو شيء يعني المسؤول هيثم الرويسي في حكيتي. معناتها مشيت وحدك انت، عملت لي تيست وحدك وما كنتش اصلا باش تمشي باش تعمل تيست، ماشي تحوس معناها هكا؟ ليه انا ما كنتش اصلا حتى باش نعمل تيست، ديجا كنت في مفاوضات انا باش معناها نوقع عقد، مشيت وكل شيء فهمت معاهم. والدكتور سيليا زي رئيس الفرع معناها عايته معناها الوالد نتاعي وكل شيء باش نوقع، وهو معناها اللي قال لهم ليه مش سوى كل شيء، معناها كيف نقول قام طردهم يعني. معناها مشي له الحديقه باش يحكيوا معاه، وكنت باش توقع وتبدو لك الوالد والوالده نتاعك هكا. هو ما استدعاه بابا وكل شيء من الاول باش نصح وكل شيء، من بعد معناها تبدلت غيرت الاقوال، فهمتني؟ بدل الراي. علاش؟ كيكا والله ما نعرف. غضبتك الحكايه ذي، على ذيك خذيت ديسيزيون باش تخرج من الاسبيرونس انت؟ انا اني قلت لك انا ما كنتش معامل باش نخرج ديجا، تو كنت نحكي لك انا من اللي معناها عمري سبع سنين يعني في تراجي، فهمتني؟ اي معناها انا ولد تراجي، فهمت؟ كهو. والملاعبية اللي خرجوا في هذا الوقت كيف نفس الكلام معناها زاده ولا شنو؟ كيكا والله ما نعرفش، خاطر ما عنديش معناها حتى علاقه بخروجهم. هما معناها خرجوا على ارواحهم، انا خرجت على روحي يعني. انا كيف ما قلت لك معناها خرجت فاكونس مش خرجت باش نتسلى. خاطر ما ينصورش الصدفه جات الناس كل ما بعضهم في هذا الوقت ولا؟ انا والله ما عندي حتى علم معناها بيهم، خاطر انا معناها اول واحد خرج، فهمتني؟ هو ما نعرفش هذا الوقت كيف خرج. فهمتك. بي اللي نعرف وين فما ظهر لي رغبه خاصه من رئيس النادي حمد المدي بيحبك ترجع للفريق وتبطل من امضاء في تركيا، انت شنو موقفك؟ شنو رايك؟ شادي صحيح باش تقعد غادي ولا تنجم ترجع للاسبيرونس؟ والله انا تو مع معناها من نجم نوضح شيء، معناها خليها كيك الاجراءات قاعده تمشي وان شاء الله لك بالخير، ربي يسهل فيك. من هنا الوقت ايش توضح لك؟ ما قلت لك راهو انا معناها تارجلي تبقى امي وكل شيء، معناها المسؤولين اللي معايا باهين معايا وكل شيء، سي كمال وكل شيء. ما كلمكش كمال القلصي المدير الفني؟ ومعناها اني قلت لك قاموا معناها اتصال، كلموا بابا، اتصلوا بابا وكل شيء. انت ما كلمك حد؟ ليه انا خاطر النومرو نتاعي مسكر يعني مش ما نجموش يتصل. ها اتصلنا بيك نحن. ايه يا ذي على الواتساب. ايه معناها قصدي معناها كان يحبوا يكلموك، معناها مش صعيبه الحكايه معناها. ليه اتصلوا بيا معناها دي ديليجي، فهمتني؟ اللي ديليجي اتصلوا بيا وكل شيء وقالوا لي معناها ارجع وكل شيء معناها. والكمال قلت اتصل بالوالد نتاعك طلب منه باش ترجع للترين انا روحك معناها وتوقع على العقد وكانه ما صار حد شيء هكا ولا مازالت الامور واقفه لهنا هكا؟ صحيح. حسب ما فهمت فما نيغوسياسيون على الكونترا ان شاء الله ان شاء الله، مازلت ما معناها مازلت ما فما حتى حاجه صحيحه، فهمت؟ من هنا زاد لهنا انا قاعد نتدرب توا مع فريق فتح قال الجمرك. اي وديجا معناها عطاوني عرض رفضته، معناها مازلت في مفاوضات معاه. رفضته علاش؟ ماديا مش تستحق حبيت اكثر معناها ولا شنو؟ رفضته ما نجموش نزيدو ندخلو في التفاصيل اكثر، اما معناها عطاوني عرض. ما قلتكش ما طلبتش منك باش تعطيني المبالغ، جوست قلت لك الاسباب شنو هي، ماديه رياضيه شنو هي، حبوك فريق فين تحب فريق الاول، جست في الاسباب معناها مش تفاصيل. انا معناها كان باش نبقى في فتح قال قمرك باش نبقى مع كابر يعني، فهمتني؟ مش مع الاواس ولا. ايوه فهمتك. باهي من هنا الوقت ايش توضح الامور ان شاء الله؟ ان شاء الله معناها على قريب، ان شاء الله على قريب ما فماش معناها حاجه باش تبدا، ان شاء الله على قريب.
واللي مؤكد انك تنفي معناها انه علاقه اي طرف واي مسؤول في الترجي اللي حصل لي وقع اقالته اليوم هيثم الرويسي اي علاقه ليه بالموضوع؟ اذا انا قلت لك انا وضحت معناها سي هيثم الرويسي ما مدخله شيء معناها في حكايتي انا معناها، والكل اللي تكتب الكل اشاعه. واضح، يعطيك صحة زكريا، بالتوفيق ليك ان شاء الله، سواء باش تكمل في تركيا والا باش ترجع لترجي ان شاء الله. ماذا بينا تعطي شويه لترجي قبل ما تتحول، نحبوا ملاعبيتها نشوفوهم متالقين في اوروبا، لكن كيف كيف حق النوادي ما لازموش يضيع ولا ايه؟ هي بالطبيعة حق النوادي ما لازموش يضيع، وان شاء الله اللي في الخير ربي يسهل فيه وكاف. ان شاء الله بالتوفيق ليك زكريا العايب، واحد من الملاعبيه كي سمعت الناس كل بالبوليميك اللي صايره في شبان وترجي، والبلاغ اللي هبط اليوم الفريق باقاله احد او مساعد بالضبط مساعد المدير الفني لشبان كمال القلسي السيد هيثم الرويسي. على كل حبينا يتدخل معنا نحن هيثم الرويسي، بون قال الامور مش واضحه الى حد الان برشا حسب ما قال هو حمد المد برئيس النادي ما في بالوش اصلا بالعمليه الاقاله. نستناو اكيد باش تصير تطورات في الايامات القادمه، هذا مؤكد. حاليا فما اجتماع بين كمال القلسي المدير الفني للفريق، ويمكن خلينا نقولوا حتى اللي خذا صلاحيات اكبر في الايامات القادمه، اجتماع حاليا او في الساعات القادمه بين حمد المد وكمال القلسي باش يتم الحديث في الموضوع هذا وعديد النقاط الاخرى باش يقع بلورتها في الترجي الرياضي التونسي. موزيكا الاخبار وبعد مكملين في بلاي في اخر جزء في حصتنا اليوم حتى 15.